مباشرة في دوزام شفنا صورة الأستاذ مصطفى جلال يكرم في العاصمة الهندية، وقلنا لماذا لا، خاصة أن هذا مصطفى جلال من إحدى النماذج الشبابية المواطنة التي تألقت في العاصمة الهندية، وكان تكريم دياله هو تكريم وتشريف المنظومة التربوية بأكملها. قلنا لماذا لا، بداية الموسم الدراسي، بداية السنة السنة يكون تكريم الأساتذة بحضور المفتشين وبحضور الأستاذ جلال، اللي في نفس الوقت غيقوم بتأطير الأساتذة، غيقوم بلقاء تكويني حول طريقة إدماج التكنولوجيا في العالم في التربية. وكذا المشروع اللي نجح فيه هو الإذاعة المدرسية، تنشيط الإذاعة المدرسية في الوسط التعليمي. الشرف لنا كمؤسسة أننا رحبنا به، ودوره قام بتكريم جميع الأساتذة والأطر الإدارية في المؤسسة. مسائل تطبيقية، ماشي مثلا النظري، كلكم راه تبارك الله الانترنت غتطبق غادي تلقى معلومات. سعيد جدا أن تواجد الآن يعني في مقر مؤسسة سوبريني الخاصة بمدينة الدار البيضاء في إطار تكريم يعني بمناسبة تتويج لنا وحصول لنا على جائزة أحسن أستاذ في العالم لسنة 2021. وكما سبقت الإشارة فهذه المسابقة هي مسابقة عالمية اللي تم فيها تتويج حوالي 100 أستاذ عبر العالم بمشاركة 26 ألف حسب اللجنة المنظمة. والمملكة المغربية كما هو معروف تم تتويج 3 أساتذة: مصطفى جلال عن مديرية تلودان، آسيا زهير عن مديرية سيدي البرنوسي، وكذا أمل أبو مسلم عن مديرية الصغيرة التمارة. أتوجه بالشكر الجزيل يعني للساهرين الأطر سواء التربوية أو الإدارية ديال مؤسسة سوبريني، وكذا يعني أطر المراقبة التربوية اللي حاضرين معنا كذلك في هذا اللقاء، اللي هو حفل ديال التفاتة وتكريم ماشي فقط لشخصنا ولكن التكريم للنساء ورجال التعليم عبر يعني ربوع المملكة. سي مصطفى جلال سيقدم هذه الورشة فيها مستجد. نحضر هذا اليوم حفلا كرم فيه الأستاذ جلال الذي حاز على الجائزة الدولية لأحسن مدرس. كان شرفا للمغرب وشرفا لجميع الأساتذة العاملين بالمغرب. نتمنى أن يحذو حذوه جميع الأساتذة. حضرنا هذا الحفل ووقفنا على تكريم للمربي، هذا المربي الذي يزرع بذرة في الأجيال التي ستعطي أكلها مستقبلا. حضورنا لهذا التكريم جاء تلبية لدعوة شريفة، هذه الدعوة تحتفي بكل الأطقم التربوية، ومن هذا المنبر نوجه للمدرسة التي تكلفت بإقامة هذا الحفل، هي مدرسة سوبريني، ونوجه كذلك الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل رغم الظروف التي تحيط به، وهي ظروف الجائحة التي نتمنى أن يرفعها الله علينا. إذا نتمنى للجميع أن يكون قد استخلص درسا من هذا الحفل، وهو السير قدما إلى أن يتحقق النجاح إن شاء الله.